هي تسريحات الشعر الترندي لصيف 2022. شعر تعبان لا بيزبط لا لون ولا قصة ولا هير ستايل. مع اقتراب فصل الصيف كثير من النساء بيلجأوا لتغيير تسريحات شعرهم من باب التجديد، لهيك خلال لقائنا مع مصفف الشعر فيكتور كيروز حبينا نعرف منه شو هي أبرز الترندز اللي رح تكون دارجة في صيف 2022. خبرني عن الترندز هلأ الدارجة لـ 2022 بالشعر، ألوان، قصات، بتعرف كل فترة في قصات معينة. صح، هي اللي صلنا ترند فترة شي سنة سنة وشوية هي الكورتن بانجز، هي اللي فاتت على الدنيا كلها، عرفتي كيف؟ هي بعد الان هلا مع شويه لايرز من قدام بطول واحد من ورا، بس بلا 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 لايرز من ورا، هي الكيرتون بانجز هيدي. بس بدك المهم هو الكوافير لما بده يعملها للست يعرف كيف تلبق لها اي طول اي سماكه اي عرض، ها هي يعني مش حيالله وجه بينعمل له زيت الطول وزيت اللايرز وزيت السماكه بالكيرتون بانجز، بس هي الان هلا. أما لون الشعر اللي رح بيكون طاغي هاي الصيفية هو الأشقر، خصوصاً مع جو الصيف والبحر، لهيك شو هن أبرز البيوتي تيبس للاعتناء بالشعر؟ يعني لكل سيدة لتعتني بشعرها شو أكتر شي مهم تعمله؟ بتعرفي البيوتي تيبس اللي دايماً منقولهم، شعر تعبان لا بيزبط لا لون ولا قصة ولا هير ستايل فيه، ضروري 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 اللي بينسوه معظم الستات هو حمام الزيت أو البندويل، هيدا ضروري يستعملوه، صار في برودكت فيها تاخدهم لعندها على البيت من كيراستاز ومن لوريال، فيها تساعدنا هي بالتريتمنت عندها بالبيت لأنه شعر بلا تريتمنت ما له طعمه. وبما أنه كثير من النساء بيلجأوا للصبغة بعالمنا العربي، كان لازم نعرف من فيكتور إذا التريتمنت بتختلف للشعر المصبوغ. هي اللي بتصبغ الشعر بدها زيادة أكتر اعتنى فيه للشعر، عرفتي كيف؟ ودايما بدها تضلها ما تطول على شعر مثلي، شغلة كتير مهمة مثلا خصوصا نحن بالشرق عنا منشقر بيحبوا الشقار، وبما انه شعرنا شعر الست عنا سميك وغامق منضطر نفتحه كتير بيصير يضرب عيلو او على اورنج، هيدا اللي الست بعد ما بتفهمه انه بده دايما عناية، بده دايما عندك وفرة تضل لحيته ليضل اللون الشقار مزبوط وصح ما ينتزع لانه الشقار ما بينترك. وكل قديه لازم الوحدة تقص شعراتها؟ حسب كلمة تحس حالة أو تعبانة نفسيتها أو عبالة تغير أو إذا تعبان. في ستات عندك بيحبوا يضلون ستايلش وبيضلون ترندي، ساعة اللي هي بتحس شعرها تقل بطل عم يطلع مثل ما أول قصته دغري تروح تقص ما تتردد. كمان بنلاحظ مؤخراً إنه العديد من النساء عم بيعتمدوا على هير إكستنشنز والكويكيز، خصوصاً إنه بيعطوا فوليوم وطول للشعر، فهل ممكن يأثروا سلباً على الشعر؟ أبداً، بدي فسلك شغلة كارلا، الشعر بيتعب من جوا، البصلة بتتعب مش الشعر من برا، كل شيء نحن بالراني بنشتغله، إذا بده يصير في أذية من بليتشنج أو شيء بيصير من برا، بس الكويكيز إذا عم يتابعوا صح وعم يتعلوا دايماً صح، والهير دريسر تبع الست دايماً المتابعة فيهم صح، لا بيتعبوا ولا بيقطشوا ولا بيعملوا شيء. أما السؤال اللي معظم النساء ناطرين جوابه، هل حنشوف برانش بدبي لفيكتور كيروز قريباً؟ الله راد، قريباً. 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 إن شاء الله.